بالينج ماشين واستخدم يعني واشتغل بيها. اللي تحت دول باين من شكلهم من طريقه الفيكسيشن بتاعتهم ان انا بشتغلهم فين، في الفيرتيكال ميلينج ماشين. الحاجات دي هنشوفها ان ديتيلز في الفيديو اللي جاي، بس احنا ناخد بس اوفر فيو، واكيد انتوا اخدتوا اصلا كمان المحاضره يعني، فاكيد عندكم فكره. طيب بنثبت بقى التول ازاي على الماشين بحاجه اسمها سبيسنج كولر. ده بثبته ازاي؟ بثبته مبدئيا السبيسنج كولر ده بستعمله على الهوريزونتال ميلينج ماشين. تمام، بفك النوت دي واحط الكاتنج تول بتاعتي، بعد كده اربط النوت تاني، ومن الثريد هول او سوري من الشنك ده بثبتها على الماشين. طيب هو انا ايه اللي يمنع ان الكاتنج تول دي تروح يمين او شمال ورا او قدام؟ يعني ان الكولر السبيسر كولر دي هي اللي بتمنعه. يعني هتلاقي فيه مقاسات معينه تثبت الايه الكاتنج تول عليها. طب بالنسبه بقى للفيرتيكال ماشين، للفيرتيكال ميلينج ماشين، عندي الايه الكولر شك. تمام، ده بثبت عليه من الكوتنج تول، وبتثبت من الناحيه الثانيه دي على الماشين. طيب الورك بيس فيكسيشن في الشيبنج والميلينج زي بعض. انا بثبت الورك بيس على الفايس، يبقى ثبتها على الكلامب والتي سلوتس، ما عنديش حاجه ثالثه، هما الاثنين دول اللي انا بثبت عليهم الورك بيس. ترى الاوبريشنز اللي انا اقدر اعملها على الميلينج ماشين. عندي اول حاجه الهوريزونتال ميلينج ماشين واضحه هنا من الاكسس بتاعها. طب انا اعرف منين دي هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ بنعرف من الاكسس بتاع الايه الاكسس بتاعه الكاتنج تول، يعني دي بتلف حوالين الهوريزونتال اكسس، فدي هوريزونتال ميلينج. تمام، ايه اوبريشن تانية اقدر اعملها؟ نفس الكلام هوريزونتال ميلينج برضو، بس بدل ما بتبقى شايفين هنا كان الورك بيس كلها، هنا انا بعملها على جنب واحد بس. هنا لو انا عايز اعمل جروف، كل اللي بيفرق معايا شكل الكاتنج تول بتاعتي انا بحطها فين. عندي هنا برضو هوريزونتال ميلينج ماشين، بس سوري هوريزونتال ميلينج، بس بعملها على التو ادجز بتاعه الورك بيس. حد عنده سؤال؟ لا تمام ماشي. طيب هنا ده برضه هوريزونتال ميلينج، بس الفرق في حاجه، لو بصينا على الكاتنج تول دي اسمها فورم ميلينج كاتر. ليه فورم ميلينج كاتر؟ عشان هي بتاخد يعني انا الشكل اللي بتسيبه بتبقى الشكل اللي هي اوريدي واخداه. يعني انتوا لو بصيتوا على ده شوفوا شكله عامل ازاي، واخد ادجز كده، واخد انجل. فانا لما باجي استخدمه واعمله، الشكل اللي بيتبقى لي على الورك بيس بيبقى واخد شكل ايه الكاتنج تول ده. اسمه ايه؟ اسمه الفورم ميلينج كاتر. طيب اقدر اعمل ايه بالميلينج تاني؟ اقدر اعمل التروس بعمليه الميلينج، ان انا اختار كاتنج تول واخد الشكل الترس اللي انا عايزاه واشتغل بيه، فبالتالي يديني شكل الترس اللي انا بدور عليه. تمام، دي كانت ايه هوريزونتال ميلينج. طب ايه بقى الفيرتيكال ميلينج؟ الفيرتيكال ميلينج ده بيبقى بالمنظر ده، وده بيبقى اسمه فيس ميلينج كاتر. فيس ميلينج كاتر بس على عكس اسمه، هو لما بيجي يقطع مش بيقطع بوشه اللي تحت، هو بيقطع بالجناب في مشواره. تمام، يعني هو ماشي يمين او شمال فهو بيقطع بالجناب بتاعته. تمام، نيجي هنا ده نفس الكلام بس كاتنج تول مختلف. ماشي، طيب نيجي دلوقتي لو انا عايز اعمل تي سلوت يوزنج الميلينج ماشين، هعمله على كام خطوه؟ هعمله على خطوتين. اول خطوه بفض مجرى اللي هو بالاند ميل بالاند ميل براحتك يا دكتور. بعمل مجرى بالاند ميل الاول، بعد كده استخدم حاجه اسمها اللو سايد ميلينج كات عشان اعمل ايه التي سلوت اللي بقى. هنشوف الكلام ده في فيديو ان ديتيلز. طيب يبقى بس خلينا نركز في موضوع التي سلوت والدوف تيل بالظبط، لان احنا هنلاقي في الميلينج
بنعمله على كم خطوه وفي الشيبنج بنعمله على كم خطوه. طيب في الميلنج هنا انا قلت التي سلوت هعملها على خطوتين، اول حاجه الاند ميل بفض مجرى، تاني حاجه بستخدم اللو سايد ميلنج كات اعمل ايه التي سلوت. طب الدوف تيل بقى، الدوف تيل بيستو في الميلنج بعمله على خطوه واحده بكاتنج تول واحده تديني الشكل اللي انا عايزاه. حاجه مهمه لازم نعرفها في كل العمليات اللي احنا بنشتغل بيها، اللي احنا عاملين احنا نعرف مين اللي واخد السبيد، مين اللي واخد دبث اوف كات، مين اللي واخد الفيد. في الميلنج عاده وعامه يعني السبيد بتبقى واخداها الطول، الدبث اوف كات بتبقى واخداها الورك بيس، والفيد بتبقى واخداها الايه الورك بيس. دلوقتي بقى احنا نتفرج على الفيديو بتاعه الميلنج اوبريشن. ثانيه واحده كده بقى. هو الصوت قطع ولا ايه؟ شغل الكيبل الفيديو. لا لا انا معاكم بس ثانيه واحده بشغل الفيديوز بس. تمام. طيب نشوف أول فيديو للميلينج. الميلينج بسيط بيوريك الأجزاء الأساسية بتاعتها. الميلينج فيرتيكال ولا هوريزونتال نعرفها من ايه؟ من شكل الاسبندل كده بعيدة قوي اللي هي هوريزونتال. طيب الفيديو التاني بيوريك بقى الاوبريشن نفسها بتتم ازاي. هشغلها لكم دلوقتي. شغل التسجيل ورك بيس هنجيب الفيديو التالت. الفيديو التالت بيوريك زوم يعني ازاي بتحصل عملية الميلينج. الورك بيس اهي شايفين بيقطع فيها ازاي. طيب
عارفين في الميلينج ماشين السبيد اللي واخداها طول نفس الخط، السبيد اللي واخداها ايه الورك بيس، وهو ده بيفضل بقى هو عايز يعمل ايه. بس لو سمحت وقفي صوت الفيديو عشان اسمع حضرتك. وقفي صوت الفيديو، يعني خلي الفيديو من غير صوت، نوع كله وش عشان نسمع حضرتك بتقول ايه. اه اوكي، مش عارفه الفيديو جاي فيه صوت. ماشي، انا كنت بقول بس ان هنا اللي هو بيوريكوا شكل عمليه الميلينج يعني. وكنت بقول ايه، ان في الميلينج الكاتنج سبيد واخداها الكاتنج تول، الدبث اوف كات واخداها الورك بيس، والفيد برضو واخداها الايه الورك بيس. تمام، هنا هو عمال بيلف ده الكاتنج تول بتاعتي ودي الورك بيس اهي، وعمال بيقطع فيها الشكل اللي هو عايزه. طيب نشوف اللي بعده. اللي بعده بقى ده الفيديو للفيرتيكال ميلينج ماشين. بيوريك المين بارتس والبيز والكل من ورا في الميكانيكال بارت. البدل او التيبل اللي بتثبت عليها الورك بيس اهي، دي فيرتيكال هنا، الكاتنج تول بتثبت هنا اهي، ثبتها هنا. نفس الكلام الانسيشن السبيد واخدها الكاتنج تول، ده كات سبيد واخدها الورك بيس. تمام، دي كده الـ vertical milling machine. هنشوف وهي بتشتغل بقى. هي ابتدت تشغلها، دي الـ vertical spandrel اهي، work piece دي شغالة. ده شكل الاوبريشن بتاعت الايه الفيرتيكال فيلينج. زي ما قلنا في الفيرتيكال فيلينج الكاتنج تول بتثبت على ايه، على الكولر شك هنا اهو عمال بيقطع. شوف الفيديو اللي بعده. بيوريك برضو operation تانية للميلينج بس على edge، اللي بياخد شكل معين شغلها لكم دلوقتي.
دلوقتي بقى نشوف الفيديو اللي فيه الـ Cutting Tools. أو في الـ Cutting Tools بتاعة الـ Milling, الـ Vertical Milling Machine. تعرفت يعرف ازاي من التثبيتة بتاعته كويس. ثبت ازاي؟ ثبت الفوق دي الـ Horizontal Milling Machine. زي ما قلنا ممكن نعمل فيها تيرز لو عايز. هي بتاخد شكل القطع. يعني القطع ياخد شكل ايه؟ الـ Cutting Edge بتاعته. دي كلها ايه؟ cutting tool. ده اللي هو كنت بقوله عليه ان احنا ده بياخد شكل القطع فيطلع زي مبطط كده معاها. زي ما كنا بنتكلم واحنا بنشرح قبل الفيديو. دي الـ vertical milling machine. دي كده فيديوز للـ A للـ cutting tools. طيب نكمل في بقية. لا قد تكون أحجام أكبر. ثبت ازاي؟ ده الكولر كده النوت. ده لو عايزه اعمل الكي واي ده بعمل الكي واي ده ببقى محتاجه اعمله بالشيبنج. يعني احنا هنتكلم عليه في الشيبنج ورك شوب اللي جاي. بس انا بحتاج الميلينج ماشين عشان اعمل بارت منه والبارت التاني بعمله بالسلوتر. السلوتر دي اللي هي في الشيبنج ماشين. بس المهم ده اللي انا بثبت بتاعتي اهي. ثانية كده هفتح بقى. احنا كده المفروض الميلينج خلص. بس هفتح بس البرزنتيشن بتاعته دقيقة واحدة.
طيب احنا نبدأ بقى في الشايبنج ماشينز او الشايبنج اوبريشنز. احنا في الشايبنج عامة هتلاقوا ان في اوبريشنز كتيرة اقدر اعملها بماشينز تانية. طب هو ايه اللي يخليني ألجأ للشايبنج او كده؟ ان انا لما تكونش السيرفيس عندي سيرفيس فينش مهمة قوي عندي، او انا عايزاها ايه اكسبتبل، عايزاها بطريقة مرضية مش عايزاها بيرفكت قوي، فبالتالي باخد الشايبنج. لو انا عايزة لو انا فرق معايا السيرفيس اللي طالعة ممكن اعمله باوبريشن تانية. طيب زي ما نفس الكلام اللي اتكلمنا عليه مرة في الميلينج هنتكلم هنا على الماشينز. عندي الماشينز اللي هي الشايبر الرام فيها هوريزونتال، دي بتبقى من الماشينز الكبيره يعني. تمام. تاني ماشين عندي دي البلانر، اوكي. واخر حاجه اخر ماشين عندي ايه؟ سلاتر. يبقى انا عندي في الميلينج تو مين ماشينز اللي هي الهوريزونتال والفيرتيكال، لكن في الشايبنج عندي شايبر سلاتر بلانر. تمام. طيب عايزين بقى نشوف ايه الكاتنج فاريبلز، مين واخد ايه الـ في الشيبينج او في الشيبر سوري. الكاتنج سبيد وسرعه القطع واخداها الكاتنج تول. تمام. والورك بيس بتبقى متثبته على فايس فهي اللي بتاخد الفيد. طيب في البلانر الورك بيس واخده هي سرعه القطع. طيب والسلاتر، السلاتر دي اللي هي بتبقى vertically تبقى سرعة القطع vertical، فبالتالي vertical فالcutting tool بتبقى واخدة ايه سرعة القطع. هيا نشوف صورهم كده، اهي دي السلاتر vertical اهي والplanner وايه الشايبر. طيب بقى نشوف ايه دي المين بارتس بتاعت الماشين بتاعت الشيبر. الكولم دي اللي فيه الميكانيكال بارتس، التيبل اللي بنثبت عليها الورك بيس بتتحرك فوق وتحت من الشمال، وده البيز، التول هيد والتول بوست اللي بثبت عليه التول كاتنج تول، الرام بيتحرك كده وكده. دي يعني المين بارتس بتاعت الشيبنج ماشين. طيب تعالوا نتكلم على الكاتنج تولز. ميزه الشيبنج بقى في الكاتنج تولز بتاعته في حاجات كتيره. يعني فاكرين لما كنا بنتكلم على التي سلوت والدوف تيل وقلنا الناحيه الثانيه في الميلينج بنعملها على مرحلتين ومرحله، هنا بقى هتختلف معايا عشان الكاتنج تولز مختلفه. بس خلينا نتكلم مثلا لو انا عايز اعمل في فانا بستخدم ايه الكاتنج تول دي. لو عايز اعمل الدوف تيل هستخدم دول. تمام. لو عايز اعمل سلوت عادي هستخدم ايه الكاتنج تول ده. تمام. لو انا عايز اعمل سايد شيبنج بقى حاجه في سايد شيبنج، اعمل شيبنج للسايد مش على السيرفيس، بستخدم الكاتنج تول دي. تمام. طيب بالنسبه بقى للتول فيكسيشن، التول فيكسيشن فيها شويه يعني ايه فيها ديتيلز كده. هي بستخدم اللي هو بستخدم البارت ده. طب انا بستخدمه ليه؟ طيب هيا بس نقول الاول ايه احنا في الشيبنج لما باجي اعمل عمليه القطع بتبقى في المشوار الواحد. يعني ايه؟ يعني انا مثلا في الرام طالع قدام كده بيقطع وهو ماشي قدام، ما يقطعش وهو راجع ورا. فبالتالي انا عايزه اعمل فيكسيشن تضمن لي ان انا وانا ماشيه وانا راجعه لورا ما الرام ده ما يخبطش في الورك بيس ولا في الرايش ولا في اي حاجه، امنع اي احتكاك ما بينهم. فبعمل ايه؟ بستخدم الفيكسيشن ده. الفيكسيشن ده في حاجه اسمها ايه؟ كلابر بلوك. البلوك ده هو اللي انا بيخلي الكاتنج تول وهي راجعه من المشوار، يعني هي قطعت خلاص وبرجعها، ان هو يرفعها سنه صغيره بحيث ان هي ما يبقاش في احتكاك بينها وبين الايه؟ الورك بيس. تمام؟ فده الفيكسيشن بتاع، ودي التول فيد هاندل دي اللي بتحدد الدبث يعني، ودي الفيرتيكال سلايد اللي بتسلايد عليها، وده اللي هو التول بوست اللي بثبت عليه الكاتنج تول. زي ما قلنا الورك بيس فيكسيشن في الميلينج هو الشيبنج عند الفايس او الكلامب والتي سلوتس دي بتتثبت على تيبل على الماشين. تمام. دي شوية ايه بقى؟ معلش انا مش شايفة ثانية. طيب الكاتنج فاريبلز زي ما اتكلمنا قلنا الكاتنج فاريبلز في الشيبنج ديبيندز على برضو الايه؟
الماشين اللي شغال عليها. فقلنا ايه لو بنتكلم الشيبر فالكاتنج سبيد واخدها الكاتنج تول، في البلانر الورك بيس هي اللي واخده سرعه القطع، في السلوتر الكاتنج تول هي اللي واخده ايه سرعه القطع. طيب بالنسبه بقى لايه للاوبريشنز، الاوبريشنز اللي اقدر اعملها على الشيبنج، اول حاجه اللونجيتيودينال شيبنج او زي ما انتم شايفين الورك بيس. هنشوف الاوبريشنز دي في الفيديو شيبنج. تمام، وده التول هي اللي بتبقى واخده الفيد. ده السايد شيبنج برضو ده بميل الكاتنج تول. دلوقتي انا عايز اعمل تي سلوت في الشيبنج، قلنا في الميلينج بتعمل على مرحلتين، في الشيبنج هتعمل على ثلاث مراحل. اول مرحله هعمل المجرى ده، ده هستخدم كاتنج تول تعمل لي الحته التي اللي على اليمين، كاتنج تول ثانيه تعمل لي الحته التي اللي على الشمال. طيب لو الدوف تيل بقى، الدوف تيل في الميلينج كنت بعمله على خطوه واحده، هنا هعمله على كام؟ ثلاثه. نفس الكونسبت بتاع التي سلوت، اول حاجه هعمل مجرى كده بالكاتنج تول، بعد كده هميله كده واميله كده، فبالتالي يديني في الاخر شكل الميلينج تول. طيب ده بيدينا كده ريفرنس او شكل معين للورك بيس بيفور ماشينينج، بصوا بتبقى عامله ازاي. بعد الماشينينج ده بيبقى شكلها، تمام؟ ده بعد الشيبنج. هنا بقى احنا كنا بنتكلم على الكي واي، كنت بقول لكم في الفيديو واحنا شغالين احنا بنعمله ازاي. الكي واي ده يتعمل على مرحلتين، او يتعمل يعني ايه، ده هعمله بحاجه ودي هعمله باوبريشن. المنظر ده اعمله بايه؟ بعمله بالسلوتر، تمام؟ السلوتر اللي هي في الشيبنج. طب ودي دي بعملها لايه؟ للميلينج ماشين. هو مثلا الكي واي ده بيبقى ايه هدفه؟ ان هو ينقل الحركه بتوين الحاجتين دول، دي لما تتحرك ده يتحرك معاها، تمام؟ يبقى انا عشان اعمل كي واي بعمل تو اوبريشنز، بعمل دي بالسلوتر وبعمل الثانيه ايه بالميلينج ماشين. ده هنا بس بيوريك ايه شكل الكاتنج، شكل الاشكال اللي ممكن تطلع من الكاتنج تولز بتاعت الشيبنج اوبريشنز. يعني ممكن اعمل ايه زي ما قلنا يعني شيبنج لسطح باين، شكل جروفي شويه، شكل الفي، الاشكال دي كلها اقدر اعملها بايه؟ بعمليه الشيك. حد عنده سؤال في حاجه؟ حد عنده اي سؤال في طيب دلوقتي هنشوف الفيديوز بتاعت الـ shaping operations. ده فيديو للـ cutting tools بشكل عام ازاي، الشكل البايل اهو. تمام، شوف الفيديو التاني. دي شكل الشيبنج ماشين، تمام؟ ده البيز بتاعتها، اوكي. الفيرز والحاجات اللي بتظبط بيها بقى السرعه والسبيد اون اوف والتوصيل. تمام، الفيكسيشن اهو اللي احنا كنا بنتكلم عليه، التول هوك، الورك بيس بتاعت الورك بيس اهي.
نشوف هي شغالة. شايفين الفيديو؟ تمام. طب حاضر هقفل الصوت بتاع ايش. ثانية واحدة كده. شكلها شوف الماشين بقى وهي شغالة. هو الكاتنج تول وعماله بتقطع في الورك بيس. طبعا الحركه دي هوريزونتال فده شيكر يعني. بس انا باشمهندسه الكليبر تول مش بيتحرك صح؟ ايه معلش؟ اللي هو الكليبر بوكس ما بيرفعش الهاند اللي هي الكاتنج تول. هي وهي راجعه مش هي مش بتبقى مرفوعه بشكل ملحوظ. هي حاجه صغيره قوي او يعني هي بتخليه ينزلك حاجه صغيره قوي بحيث ان هو راجع ما يقطعش تاني بس. فانت هي مش هتبان يعني مش هتبان بالعين. فاهمني؟ تمام. هو هي عماله بص لو خدت بالك حتى اتجاه الرايش طالع ازاي وهي ماشيه بتقطع وهي ماشيه لقدام بتقطع وهي راجعه لورا لا. في الشيبر الكاتنج تول هي اللي واخدة سرعة القطع تمام والورك بيس هي اللي بتاخد الفيد. تمام هوقف هنا. بصوا بقى احنا هو مكمل يعني المفروض مكمل عشان ياخد ايه الشكل القطع اللي في الاخر اللي هو عايزه. شكل السيرفيس في الاخر عامل ازاي زي ما قلنا الشيبينج بلجأ لها لما ببقى عايزه السيرفيس بتاعتي acceptable يعني مقبوله مش فارق معايا قوي ان هي تطلع بيرفكت وكده. فبالتالي لان هو الماشين نفسها يعني تعتبر تكلفتها قليله ورخيصه. تمام نفس الكلام اهو شغال مجرى واحد بس قطع لقدام ورا ما يقطعش. او شكل الكاتنج شكل القط بس عامل ازاي. اهو بصوا شايفين يا جماعه الرفعه اللي في الاخر دي هي دي اللي انا بقول لكم عليها بتاعت الفيكسيشن. تحس ان هي بترفع سن صغير وترجع تاني كده. شوف اللي بعده دي لما باجي عايزه اعمل ايه بقى كده كده عايزه ده بيوريك الانجل. دي بقى لما باجي اعمل ايه السايد شيبنج يعني بشوف بميله بدرجة ميل قد ايه. تمام هنا في اللي انا بثبت اللي انا بظبط عليه يعني الانجل بتاعت شايفين بميلها ازاي. نفس الكلام نفس الفيكسيشن بس الفكرة ان هي ايه بتتحرك التول فيكسيشن يعني. تمام ماشي
ده بقى ايه ده او فيديو اللي وانا بعمل سايد اوبريشن سايد شيبنج. هو مش سايد شيبنج قوي يعني، بصوا طول ما هي واخده يعني واخده انجل فهتطلع بانجل كده زي ما كنا شايفين في البرزنتيشن. تمام، يعني بميل الكاتنج تول بتاعتي قشط مائل، يعني هو ده القشط السطح مائل السايد شيبنج. ده التول هي اللي بتبقى واخده الفيد وعمق القطع، وزي ما احنا شايفين برضو بتقطع في ايه في مشوار واحد، بتقطع وهي رايحه بس وهي راجعه. ولو خدتوا بالكم حتى في صوت، استنوا كده we are now sharing the system audio type. في صوت تكه كده ركزوا فيه، ده صوت التكه اللي هو بتاعه البلوك. ده ال ثانية كده بيظبط حاجة في الأوبريشن اللي مش دعوة بيهم. ثانية كده نشوف بقى اوبريشن تانية للشيبنج الأخيرة، الاوبريشن الأخيرة يعني شكل كده قطع معين بيعملوه. بصوا شايفين الشكل اللي طالع ده اللي هو ايه التي سلوت والدوف تيل. ده التوف تيل احنا زي ما قلنا التي سلوت تتعمل على ثلاث مراحل، الدوف تيل تتعمل على ثلاث مراحل. أول مرحلة بعمل المجرى، تاني مرحلة استخدم كاتنج تول عشان أعمل ايه الحرفين دول. تمام، خلي بالنا يعني حاجة مهمة من الحاجات اللي تاخدوا بالها في تاخدوا بالكم منها في الورشة دي، ازاي بعمل تي سلوت ودوف تيل بالميلينج وازاي بعمله بالايه بالشيبينج. تمام، حد عنده اي سؤال؟ احنا المفروض كده شفنا الفيديوز وخلصنا، فحد عنده اي سؤال او اي حاجة يحب اعيدها له؟ بعد اذنك يا باشمهندس. ايوه محمد. ايوه بالنسبة لل بالنسبة للروبورت اللي هو الامتحان الشفوي، تمام، ده يعني ده نجهز له ازاي، نشوف له ايه بالظبط، يعني هيكون ايه محتواه، نعمل ايه فيه عشان يعني لما نتسأل نجاوب. انت مينلي ممكن تعتمد على ايه؟ طبعا الحاجات اللي اتقالت في الورشة، ولو عايز مثلا تدرب نفسك على نوع الأسئلة ممكن من الريبورتس اللي انت بتسلمها، مش في الكتاب ده، ده شوية من انواع الأسئلة اللي ممكن تقابلها. فهو مينلي احنا هتسأل على ايه الحاجات اللي اخدتها في الورشه، الماشين ازاي اعمل برودكت معين، الحاجات دي فاهمني. فمين اللي انت ممكن تركز على مثلا الاسئله اللي عندك في الـ في الـ في التقارير دي، تديك ريفرنس كويس عن انت ممكن ايه الاسئله اللي ممكن تجيلك مثلا في الشفوي. وكده كده كله مربط ببعضه، يعني انت حتى لو خدت فكره عن اللي في الورشه فانت اكنك برضو واخد فكره عن المحاضرات، كله مربط ببعضه. بس عشان بس تعرف شكل الاسئله، مش الترم اللي فات قالوا ان في فيديو نزل لهم كده تقريبا ساعه بيشرح فيه المكان والحاجات دي، ده اللي تسالوا فيه يعني. بصراحه انا ما عنديش معلومه بالموضوع ده، ف يعني لو انت عندك سؤال مثلا في حاجه زي كده او عايز حاجه زي كده اكيد الدكتور هو اللي معايا موضوع الفيديو ده، مش معايا انا بصراحه، فممكن تبعت تسال يعني. بس ما اعتقدش ان ممكن شوف كده واسال. حد عنده سؤال تاني؟ حد عنده اي سؤال تاني؟ ايوه ابانو انت بعد دكتور معلش انا ما فهمتش اللي هي الاشكال في الاخر، يعني هي كل يعني اللي احنا لسه عاملينها الاخر دي بتاعت المجرى. طب استنى افتح البرزنتيشن تاني واقول لك. بص
عايز مش مهندسة خلاص كده اللي عايز يخرج يخرج ولا اللي عايز يمشي ما عندوش اسئله يتفضل. انا هقعد بس ابقى بوريه ازاي احنا كنا بنعمل ايه التي سلوت. احنا هنا شغالين على ايه المشي الشيبنج ابانو. طيب انا دلوقتي عايزه اعمل ايه اهي عايزه اعمل التي سلوت دي هعملها ازاي في الشيبنج. هعملها على ثلاث مراحل. اول مرحله هدخل بكاتنج تول عاديه اعمل الريكتانجل ده من غير الادجز اللي على الجنب ده. بعد كده استخدم كاتنج تول تانية اعمل جنب واعمل الجنب التاني ده بالشيبنج. طب لو انا بالميلينج هعمل ايه؟ لو بالميلينج بعملها على خطوتين بس تمام بعملها على خطوتين بس. بعملها ازاي على خطوتين في الـ في الـ في الميلينج؟ اول حاجه بعمل السلوت الاولانيه المجرى ده بالاند ميل. بعد كده استخدم حاجه اسمها لو سايد ميلينج كات دي اللي تعمل لي ايه التو سلوتس اللي هم اللي في الجنب دول تعمل لي دول تمام. يبقى ده اللي انا اقصده ان الشيبنج عملتها على ثلاث مراحل في الميلينج عملتها على مرحلتين بس. فاهم؟ تمام. انت عنده اي سؤال تاني؟ مش ممكن يا باشمهندسه في الميلينج برضو نعملها على مرحله واحده ازاي؟ طيب انت محتاج تعمل المجرى الاولاني حضرتك في اللي هو الهوريزونتال مش فيه اللي هو زي البونطه بتاعه الدريلنج كده بتمشي تاخدها كلها اللي تعمله في الميلينج على خطوه واحده الدوف تيل. الدوف تيل اللي انت عندك كاتنج تول شبه بالظبط الدوف تيل فتعرفها تعملها على خطوه واحده. لكن يعني هو الدوف تيل عشان فيه الميل ده لكن التي ما ينفعش. نعم يعني مفيش حاجه زي الدوف تيل كده بس لا 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 الدوف تيل بس هي اللي لقيت لها كاتنج تول. لكن التي سلوت هنعملها على مرحلتين اند ميل ولو سايد ميلينج كات. تمام بس ماشي. حد عنده سؤال تاني؟ تمام لو حد برضو محتاج اي حاجه وعنده اي سؤال يبعت لي على تيمز. تمام تمام ماشي. شكرا مع السلامه.